والله انا صحيت من النوم لقيت نفسي كده. انا كابتن سعيد جامد والله يا كابتن عالمي حبيبي حصل حبيبي يا كابتن كابتن سعيد الاول بيرن معانا كل يوم ايه ستايل ولا ايه؟ ستايل عاجبني ليه عايز خلاص عليا ليه ما باخدش حاجه؟ كان انا باخد واحده بس كلمني على الشاشه يا كابتن كلمني على الشاشه والله انا صحيت من النوم لقيت نفسي كده جاي نزلت على طول يعني ما خدتش وقت جامد والله العظيم الفل تحت ها؟ الجزمه حوار ماشي هي جزمه كبيره انا عارف هي كبيره كبيره والقميص قديم بصراحة كابتن طب ما تكلمني على الفترة الأخيرة بقيت تلبس الحاجات دي اوفر سايز وحاجات مختلفة لا مش اوفر سايز البنطلون بس كبير ماشي بس ده مش اوفر سايز ده عادي طب ليه الفترة الأخيرة أسامة غير من نفسه بقى يعمل كل ده؟ بقالك شهرين مثلا كل ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللبس الغريب يعني مثلا الساعة كلمني عن الساعة ساعة كاسيو جدي كان بيلبسها عادي اه يعني أنت لابس ساعة مثلا ساعة أنت لابسها انت لابس ابل ووتش مثلا ماشي هي اغلى منها كده كده واحدث منها تمام صح طب انت ايه اللي رجعك قديم كده مره واحده اللي رجعني قديم بصراحه ما اعرفش بحبه يعني يعني مثلا شفت صور قديمه فحبيت اقلدها ولا بشوف صور قديمه بقى طب وستايل الشعر الشعر لا من ورا من ورا